Bonjour et bienvenue à la partie 7 sam la série d'El bac à 0 où les radin khadmou fiha l'étude d'elle une fonction exponentielle. Eden, la fonction les radin khadmou liom kif ma katchoufou hiya fonction li machi saiba bzaf bsita w hatta l'asila li radin jawbou alihom ma ghadish ykounou asila maqdin. W alash hadchi? Tout simplement lana l'hadaf men had tmerin w men had la partie بالضبط هو انكم تضبطوا الطرق ديال الاجابه و سورتو لا ريداكسيون يعني التحرير كيفاش تجاوب ماشي واش غتجاوب ولا لا ولا واش غتجاوب على التمرين في حد ذاته ولكن كيفاش غادي تحرر الجواب ديالك علاش لان هاد المساله عندها واحد الاهميه كبيره لانه ماشي كيكفيش اننا غير نعرفوا الجواب ولكن كيفاش غادي نكتبوا هاد الجواب كاينين بعض البروتوكولات بعض لي نورم كيخصنا ضروري نحترموهم الا بغينا نضمنوا النقطه كامله في الامتحان الوطني وهذاك الشيء هو اللي غادي نخدم معكم ان شاء الله اليوم في هاد لا فيديو دونك شوفوا معايا السؤال الاول ديال لا فونكسيون اف دو اكس قالوا لي كالكولي لا ليميت عند بلس لانفيني زائد لانتربريتاسيون جيومتريك ديال لو ريزولتا ديال هاد لا ليميت دونك نحسبوا لا ليميت مباشره الوغ ليميت عند بلس لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي ليميت عند بلس لانفيني ديال الصيغه ديالها عندها غير صيغه وحده غنحطها هنا اكس بو موان 2x موان 2x بو موان x اللي كتساوي شوف معايا عافاك هنايا كاين اللي في الاول يقدر يجي هادشي شويه في شكل اكس بو ديال موان 2x يعني اكس بو ديال موان 2 في بلس لانفيني الوغ شوف فين ما يبان لك ليكسبونونسيال الاس ديالو سالب تعامل معاه بكل بساطه اشنو كنديروا له الا كان الاس ديالو سالب كيهبط لتحت كيولي الاس موجب يعني غتولي واحد على اكس بو جوج اكس كانت ناقص جوج اكس ولات جوج اكس نفس الحاجه عاوتاني هنا ناقص جوج اكس بو موان اكس يعني غتولي ناقص جوج على اكس بو ديال اكس علاش درنا هاد القضيه هادي توت سامبلومون لانه في لي ليميت ديال ليكسبونونسيال اللي عندنا القواعد ديالهم في الدرس عندنا لي ليميت اللي فيهم اكسبونونسيال اكس ماشي اكسبونونسيال ناقص اكس دونك باش انا نقدر نخدم دوك القواعد بشكل مباشر خاصني نخرج من الصيغه ديال الداله تعابير اللي فيهم غير اكسبونونسيال اكس ما يكونش عندي ناقص اكس دابا نجيو نعوضوا بكل سهوله شوف معايا عافاك هادشي شنو غيعطي بطبيعه الحال نعوض بالفير باش تبان لكم نتوما الفكره ليميت عند بلس لانفيني اكسبونونسيال جوج اكس شنو هي اكسبونونسيال جوج اكس توت سامبلومون هي اكسبونونسيال اكس الكل اس اثنان متفقين معايا اوكي دونك اكس بو اكس عند بلس لانفيني شحال كيسوا كيسوا بلس لانفيني واحد على بلس لانفيني واحد عدد على لانفيني ديما كتسوى زيرو دونك هادي سي زيرو جوج على اكس بو اللي هو جوج على بلس لانفيني عاوتاني حيت اكس بو اكس عند بلس كيعطي بلس لانفيني حتى هي كتعطينا زيرو زيرو موان زيرو ديريكتومون كتساوي صفر بطبيعة الحال كيخصنا نبرهنو عليها كار ليميت عند بلوس لانفيني ديال اكس بو اكس ايغال ا بلوس لانفيني وهكا غنكونو جاوبنا على لا كيستيون ديال الكالكول دو لا ليميت وندوزو دابا لانتربريتاسيون يعني ها حنا حسبنا هاد ليميت هادي اشنو كيعني هاد الشيء هذا هندسيا الوغ فين ما كنحسب لا ليميت عند لانفيني لانفيني وكنلقى عدد فين ما كتحسب لا ليميت عند لانفيني وكتلقى عدد كتقول باللي عندك اون اسيمبتوت اللي هي اوريزونتال بطبيعه الحال هذا الشيء كامل راه حطيته لكم في الريزومي اللي كاين في لو كونت انستغرام ديالي في لا كاتيجوري ديال لي ريزومي ديال الدروس اللي عندكم في الباكالوريا اوكي دونك شنو غادي ندير هنايا شوفوا معايا غنكتب اون لدينا ليميت عند بلس لانفيني ديال اف دو اكس كتسوى زيرو دونك اذا سي دو اف ادمي يقبل une asymptote مقارب une asymptote horizontale فينا بلاصة هاد الاسيمبتوت هوريزونتال كيقبلها او فوازيناج في البلاصة فين حسبت لا ليميت او فوازيناج دو بلوس لانفيني son équation l'équation ديالو غنحتاجوها من بعد son équation ديما الاسيمبتوت هوريزونتال l'équation ديالتو كتكون هي y y كتساوي شنو كتساوي العدد اللي لقيت في لا ليميت يعني y ايغال ا زيرو وهكا كنكونوا سالينا لانتربريتاسيون ديالنا نتمنى تكون واضحه وندوز مباشره للسؤال جوج
إذا في السؤال الثاني طلبوا منا ندرسوا لا برونش انفيني ديال سي دو اف او فوازيناج دو موان لانفيني، يعني ندرسوا الفرع اللي لا نهائي ديال المنحنى ديال الداله عند موان لانفيني. هاد لا كيسيون هي اوفيرت، يعني شنو يعني محددش لك بالضبط شنو غتلقى، ما عرفناش. كيخصنا نبداو ليتود من لو ديبي ديالها، يعني شنو يعني اول حاجه نحسبها هي لا ليميت ديال ديك لا فونكسيون في هاد لو فوازيناج، وديك الساعات نشوف شنو غادي تعطيني على حسب الحالات اللي عندنا، اللي بطبيعه الحال هما الريزومي ديال لي بونش انفيني اللي راه كاين حتى هو بطبيعه الحال في لي ريزومي اللي حطيت لكم. تبعوا معايا دونك، غادي نحسب تو دابور لا ليميت عند موان لانفيني، يعني x تون فير موان لانفيني ديال f دو x، كتسوى لا ليميت كون x تون فير موان لانفيني ديال شنو؟ الوغ x بو ناقص جوج x ناقص جوج x بو ناقص x. هنايا كاين عاوتاني اللي غادي يجي هادشي شويه في شكل، ملي غادي نقول ليه عوض ليا بموان لانفيني، بطبيعه الحال تقدر تعطيه الفورم انديتيرميني. علاش؟ لان غنقول لك ناقص جوج في موان لانفيني هي بلوس لانفيني، و x بو بلوس لانفيني بلوس لانفيني، ناقص x بو بلوس لانفيني بلوس لانفيني ناقص بلوس لانفيني فورم انديتيرميني. هذه غنخدمها معكم بالطريقه ديال شونجمون دو فاريابل، غتنفعنا طريقه زوينه بزاف. شوف معايا شنو غادي ندير، اون بوز نضع مزيان نيت باش نضبطوا هذه الطريقه، اختاروا شي حرف مثلا تي، هاد تي هذاك غندير بلاصتو كيساوي شنو؟ ماشي كيساوي ليا اكس نيت، لا، حيت الا درت تي كيساوي اكس هي ما درت والو، ولكن انا بغيت القواعد ديال الاكسبونونسيال في لي ليميت. شنو عندنا؟ عندنا اكس بو اكس، ما عنديش اكس بو ناقص اكس، دونك انا الا عندي اكس بو ناقص اكس خصني ندير بلاصتها كامله، ندير بلاصتها حرف واحد، يعني بلاصت ناقص اكس غندير تي، دونك كومبوز تي ايكالا موان اكس. دونك شوفوا معايا هذه مهمه بزاف، دونك اكس كيساوي شنو؟ يعني اكس شنو غادي يكون؟ الا كان تي هو ناقص اكس، يعني اكس هو شنو؟ هو ناقص تي. هذه بعض المرات كنحتاجها وبعض المرات لا، المهم تديرها. سيتادير شوف معايا هنا، مني اكس كيمشي فين كتمشي الليميت؟ عند موان لانفيني. مني اكس كيمشي لموان لانفيني، هاد الشيء اش كيعني؟ تي لاش كيمشي؟ وهذه مهمه بزاف. مني اكس كيمشي لموان لانفيني، تي لاش غيولي كيمشي؟ باش غتعرفها شوف ليا تي شكون هو، ياك تي هو ناقص اكس، دونك الا كان اكس هو موان لانفيني يعني تي هو ناقص موان لانفيني، ناقص وناقص زائد، دونك تي بلس لانفيني. الوغ شوف معايا دابا الليميت شنو غتولي، الوغ غنكتب هنا الوغ لا ليميت مني اكس كيمشي لموان لانفيني ديال اف دو اكس غتولي هي لا ليميت مني تي كيمشي لفين؟ موان لانفيني، لا، الجديده بلس لانفيني ديال شنو؟ عوض ليا لا فونكسيون اكس بو ناقص جوج اكس ناقص جوج اكس، خلي جوج غتبقى لك ناقص اكس، وشنا هي ناقص اكس؟ هي تي، دونك اكس بو دو تي، اوكي؟ ناقص جوج اكس بو موان اكس، شنا هو موان اكس؟ هو تي، خاص ما تبقاش عندي مازال شي حاجه فيها الريحه ديال اكس. دابا نخدمو هادي، شوف شنو غتعطينا هنا، بطبيعه الحال فورم انديتيرميني باينه ياك، اكس بو جوج بلس لانفيني يعني اكس بو بلس لانفيني هو بلس لانفيني، ناقص بلس لانفيني فورم انديتيرميني. شنو غادي نديرو هنا؟ نقدرو نديرو التعميل بطبيعة الحال، دونك لا ليميت كون تي طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس بو تي عامل، فاش غضرب اكس بو تي يعطيك اكس بو جوج تي، غضربها في اكس بو تي وحدة أخرى، ناقص جوج اكس بو تي فاش غضربها تعطيك اكس بو تي يعني في واحد، يعني هي نيت. دابا انا شنو درت؟ غير عملت بيكسبونونسيال تي. شوفوا دابا التعويض، غادي نعوض انايا بلو فيغ باش يبان لكم شنو كيوقع. هادي شحال كتسوى؟ هادي بوحديتها اكس بو تي عند بلوس لانفيني كتسوى بلوس لانفيني، هادي شحال كتسوى؟ بلوس لانفيني نقص منها جوج هي بلوس لانفيني، دونك هادي كامله كتسوى بلوس لانفيني، اوكي؟ بلوس لانفيني مضروب، حيت هادو بيناتهم ضرب، هنا التعميل راه ضرب، بلوس لانفيني مضروب في بلوس لانفيني شحال كتسوى؟ سي بلوس لانفيني، اوكي؟ وخصني نجوستيفيها كار الليميت عند بلوس لانفيني ديال اكسبونونسيال تي هو بلوس لانفيني، اي الليميت عند بلوس لانفيني ديال اكسبو تي ناقص جوج هو بلوس لانفيني. ها حنا دابا لقينا الليميت كتسوى لينا بلوس لانفيني، الليميت عند موان لانفيني كتسوى بلوس لانفيني. ملي كنحسبوا لا ليميت عند لانفيني وكنلقاو لانفيني، واش كاينه شي انتربريتاسيون كنقولوها؟ لا. اشنو كنديروا؟ كندوزو نحسبوا لا ليميت ديال اف دو اكس على اكس، اوكي؟ شوف شنو غنكتب هنا، اون لدينا ليميت فين حسبنا عن موان لانفيني ديال اف دو اكس لقيناها كتسوى بلوس لانفيني، عقلوا عليها. كالكولون
اللي نحسب كالكولون الوغ اللي نحسب اذن اش غنحسبوا ليميت عند نفس الفوازيناج يعني عند موال انفيني ولكن ديال اف دو اكس على اكس ايوا جيو نحسبوها دابا هنا ليميت عند موال انفيني ديال اف دو اكس على اكس كتسوى ليميت عند موال الانفيني ديال شد اف دو اكس قسمها على اكس اف دو اكس هي هذه دونك اكس بو موان 2 اكس ناقص جوج اكس بو موان اكس كلها على اكس شوف شنو غادي ندير هنا عاوتاني الطريقه نفسها غادي ندير ان بيتي شونجمون دو فاريابل داكوغ غير هو رد البال هنا باللي راه عندي اكس في المقام دونك غنكتب اون بوز نضع تي كتساوي ناقص اكس حيت ناقص اكس هي اللي عندي فيها المشكل في الاكسبونونسيال دونك الا كان تي هو ناقص اكس يعني اكس اش كيكون العكسيه ديالتها تي ناقص اكس اكس غيكون ناقص تي دونك تي ايغال اكس ايغال موان تي سيتادير يعني مني اكس كيمشي فين كيمشي اكس للموان الانفيني هذاك التي فين غادي يولي كيمشي غادي يمشي للموان ديال موان الانفيني يعني غادي يمشي للبلوس الانفيني الوغ شوف دابا الليميت كيفاش غتولي لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اف دو اكس على اكس غتولي هي لا ليميت كون تي طون فيغ اش فيغ بلوس لانفيني ديال شنو ديال اف دو اكس على اكس ولكن دابا غيتبدلو كتب هادشي بشويه عليك اكس بو ناقص جوج اكس خلي جوج شنو بقى بقى ناقص اكس وشكون هو ناقص اكس هو تي ها هي ناقص جوج اكسبونونسيال ناقص اكس اي شكون هو ناقص اكس كي جو لو رول دو موان اكس هو تي على اش على اكس ولكن ما نكتبش اكس شكون هو اكس ها هو هو موان تي تفهمنا داكشي علاش حطينا هذه مره كنستخدموها مره لا المهم نتوما ديما ديروها دابا راه نحسبوا هذه ليميت كتساوي لا ليميت كون تي طون فيغ بلوس لانفيني اوكي بطبيعه الحال هذه راه التعويض المباشر كتعطينا اون فورم انديتيرميني شفناها قبيله وعرفنا باللي الطريقه اللي غنخدموا بها شنو هي هي التعميل دونك غنعمل اكسبونونسيال تي facteur de exponentielle t moins 2 le tout sur moins t دابا شوف معايا شنو غادي نديرو هنايا حنا عارفين بلي هادي بلس لانفيني وهادي بلس لانفيني بلس في بلس سي بلس لانفيني با دو بروبليم ولكن المشكل فين غنلقاوه ملي غادي نقسم على لتحت موان لانفيني حيت بلس لانفيني مع ناقص موان لانفيني وبلس لانفيني على موان لانفيني راه فورم انديتيرميني ولكن تفكر معايا واحد القاعده كاينه واحد لا غيغل واحد لا بروبريتي ديال ليميت في الدرس ديال الاكسبونونسيال اللي هي شنو لا ليميت عند لانفيني عند بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس على اكس ولا بدل الحرف اكسبونونسيال تي سور تي الوغ شنو غادي نديرو حنا هذه اللي كاينه هنا جرها تحت الاكسبونونسيال اعطيها الاكسبونونسيال سيتادير شوف شنو غتولي غتولي لا ليميت كون تي طون فيغ بلوس لانفيني ديال اكسبونونسيال تي سور موان تي فوا اكسبونونسيال تي موان 2 هاد لو موان هذا نقدروا نجيبوه لهنا هذاك لو موان اللي كان لتحت هو هذا وهذا بطبيعه الحال بيناتهم الضرب دابا نشوفوا هادشي شحال كيسوى شوف معايا هنا هادي بوحديتها هادي شحال كتسوى عند بلوس لانفيني اكسبو تي سور تي قاعده كتسوى بلوس لانفيني هادي شحال كتسوى شفناها قبيله كتسوى بلوس لانفيني بلوس لانفيني في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني مي افيك لو موان سا دون موان لانفيني الوغ سي موان لانفيني بطبيعه الحال الفور جيستيفي كار ليميت عند بلوس لانفيني ديال اكسبو تي على تي ايغال ا بلوس لانفيني اي ليميت عند بلوس لانفيني ديال اكسبو تي موان 2 ايغال ا بلوس لانفيني هذه هي لا جوستيفيكاسيون دابا شنو كيبقى ليا هنايا ملي كنلقى لا ليميت ديال اف دو اكس على اكس ايغال ا بلوس لانفيني il nous reste juste à donner l'interprétation géométrique ديال هاد لو ريزولطا الوغ لا كونكلوزيون فينال غنكتبوها على هاد الشكل شوف معايا غادي نكتب اول حاجه اون ليميت عند موان لانفيني ديال اف دو اكس كتسوى شحال كنا لقينا بلوس لانفيني اي ليميت عند موان لانفيني ديال اف دو اكس على اكس لقينا فيها كتسوى موان لانفيني ضروري تكتب هاد الشيء عاد كتعطي لانتربريتاسيون دونك مني كتعطيني لا ليميت عند لانفيني ديال اف دو اكس على اكس كتعطيني لانفيني نيت اش كيكون عندي سي اون برونش بارابوليك دونك سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك فرع شلجمي اون برونش بارابوليك
vers l'axe بتجاه محور دونك فاش كتكون عندي لانفيني سي لاكس ديزوردوني فير لاكس ديزوردوني او فوازيناج دو البلاصه فين حسبت الليميت اللي هي موان لانفيني وهكا كنكونوا سالينا لانتربريتاسيون ديالنا نتمنى تكون واضحه وندوزو دابا للسؤال الموالي الوغ لا ترويزيام كيستيون ا قالوا لينا فيها montrer que بينو بلي pour tout x de r f' de x كتساوي هذا التعبير يعني خصنا نحسبوا لا ديريفي مي كيف كنقول لكم ديما قبل ما نحسب لا فونكسيون ديريفي خصني على الاقل نقول بلي ديك لا فونكسيون راها ديريفابل ابسط الايمان تقول غير راها ديريفابل في الانترفال اللي عطاوك دونك شوفوا معايا ديريكتومون غادي نكتب اون اف اي ديريفابل اون اف اي ديريفابل سور r sur l'intervalle les atienk. Alors, chauffe maya. Alors, f prime de x, ratkun hi el prime diel, sera diel ha. Yani x pour moins 2x moins 2x pour moins x, kul hep prime. بطبيعة الحال كيفاش كندير ديريفي ليكسبونونسيال كل شيء هاد القواعد راه ديجا شرحتهم في لاشين ديالي وديجا حطيتهم لكم في لي ريزومي دونك غادي تتساوي ليا الديريفي ديال ليكسبو موان 2x ديما ليكسبو ديال شي حاجه الا بغيت الديريفي كندير الديريفي لداك الشيء اللي كاين فوق ليكسبو مضروبه في ليكسبو لوي ميم كيف ما هو نفس الحاجه عاوتاني هنا جوج في الديريفي ديال داك الشيء اللي كاين فوق ليكسبو في ليكسبو لوي ميم الوغ كتسوا ناقص 2x الديريفي ديالتها هي ناقص 2 في اكسبو موان 2x ناقص x ديريفي ديالها هي ناقص 1 مع هذا الناقص زائد في جوج هي جوج اكسبو موان 2x اكسبو موان x اللي كتسوى بطبيعه الحال عندي عامل مشترك واحد لو فاكتور كومان غنعمل به اللي هو 2 اكسبو موان x فاكتور لشنو فاش غتضرب 2 اكسبو موان x تعطيك هذه اول حاجه غتضربها في ناقص باش تعطيك هذا الناقص جوج غتضربها في واحد دونك كاين عندي واحد اكسبو x فاش غتضربها تعطيك اكسبو موان 2x يعني في واحد اكسبو موان x وحده اخرى باش موان x مع موان x تعطيك موان 2x بلس فاش تضرب هذه تعطيك هذه فهي في واحد باش تعطيك هي نيت بطبيعه الحال نقلبوا هادو دونك جوج كنكتب هنا اف بريم دو اكس ايغال جوج اكسبو موان اكس عامل واحد ناقص اكسبو موان اكس اي فوالا نوتر فونكسيون ديريفي نتمنى تكون واضحه الطريقه باش خدمناها وندوز لا كيستيون سويفونت إذن في السؤال الموالي قالوا لنا étudier le signe ديال f prime de x ونحطوا الطابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون f دونك سؤال واضح ومباشر ندرسوا الاشاره ديال f prime الوغ غادي نكتب هنا on a pour tout x appartient à r f prime de x لقينا فيها juge x pour moins x facteur de 1 moins x pour moins x فيها الضرب ديال جوج ديال التعابير واش واحد فيهم نقدر نحكم على الاشاره ديالو نقول راه موجب ولا سالب وي شكون هو هاد جوج في اكسبو حيت جوج باينه موجبه وليكسبو راه ديما موجب عفاكم ليكسبونونسيال ديما موجب في ار بطبيعه الحال حيت كاين اللي كيحسب كيقول انا ليكسبو ديما موجب اكسبو اكس ديما موجب كيحفظها بهذا الشكل وفاش كيشوف اكسبو موان اكس كيقول لك دونك غيولي سالب لا راه لا بويسونس ديال ليكسبونونسيال الاس ديال ليكسبونونسيال كيف ما بغات تكون الاشاره ديالو بالاكسبونونسيال كيبقى ديما موجب اكسبونونسيال ديال ناقص مليار راه هو واحد العدد اللي موجب اوكي دونك شوف شنو غادي نكتب اون بور توت اكس ابارتيان ا ار راه جوج في اكس بو موان اكس راه اكبر قطعا من صفر اوكي دونك اذا اف بريم دو اكس برون كتاخذ لو سيني تاخذ اشاره شكون اللي غيولي كيحكم في الاشاره طالما هذه موجبه يعني غنوليو نديو على هذه برون لو سيني دو 1 موان اكس بو موان اكس اوكي دونك دابا خصنا ندرسوا الاشاره ديال هذه كيفاش غادي نديروا ليها بطبيعه الحال اسهل حاجه واللي مزيانه بزاف هي لا ميثود ديال فصل الحالات يعني لا ديسجونكسيون كتشوف هذه الحاله امتى كتكون كبر من صفر وامتى كتكون صغر من صفر وهنا كيجي الدور ديال لي زينيكواسيون للمتراجحات مساله بسيطه بزاف شوف شنو غادي ندير غادي نكتب هنايا شوف معايا غنكتب 1 ناقص اكس بو موان اكس كبر من صفر ونخدم عليها تلقى لا سوليسيون وعاود ثاني واحد ناقص اكس بو موان اكس صغر من صفر ونخدم عليها تلقى لا سوليسيون خدم على هذه دونك ناقص اكس بو موان اكس كبر من صفر واحد الجهه اخرى ناقص واحد
اختزل ليا بالناقصات غتولي واحد اكس بو موان اكس اصغر من او تساوي حيت اختزلت بناقص يعني قسمت على ناقص واحد كيتقلب الاشاره يعني تولي هنا واحد من بعد حيد ليا ليكسبونونسيال باش كنحيدو ليكسبونونسيال كندخلو ال ان في الطرفين دونك الا دخلتي ال ان مع ليكسبو غيمشي غتبقى غير ناقص اكس والا دخلتي ال ان هنا ال ان واحد هي زيرو ايوا من بعد عطيني اكس بالضبط شحال هو ناقص اكس صغر من صفر يعني اكس كبر من صفر صيفط ناقص جهه اخرى كيتقلب الرمز ها حنا لقينا وحده دوز ليا الاخرى بنفس الطريقه عاوتاني دونك ناقص اكس بو موان اكس كتكون كبر كتكون باردون صغر من صفر من ناقص واحد باردون لان الا صيفطنا واحد جهه اخرى يولي ناقص واحد نختزلو بناقص اكس بو موان اكس غيولي اكبر من واحد تقلبات الترتيب من بعد دخل ال ان غتعطيني ناقص اكس اكبر من او تساوي ال ان واحد اللي هي زيرو ومن بعد صيفط لي ناقص الجهه الاخرى يعني تولي اكس اصغر من او تساوي صفر وها هي لا سوليسيون ديال الثانيه ملي لقينا هاد لي دو سوليسيون يعني دابا عرفنا امتى هاد التعبير كيكون كبر من صفر وامتى كيكون صغر من صفر غندوزو ديريكتومون باش نحطوه في طابلو دو فارياسيون غندير واحد طابلو كيجمع الطابلو دو سيني او طابلو دو فارياسيون شوف معايا هنا غنحاول نختصرو هنايا جيسبيغ بيان تقدني البلاصه دونك الفوق كنديرو اكس بطبيعه الحال الدومين ديفينيسيون هو ار يعني من موان لانفيني حتى بلوس لانفيني اوكي غادي نحط التعبير الاول اللي هامني من بعد كنحط اف بريم دو اكس ومن بعد اف دونك هنايا غنكتب هذاك التعبير اللي قلنا كناخذو لو سيني ديالو اللي هو هذا يعني ان موان اكس بو موان اكس هنا كنكتب اف بريم دو اكس وهنا لا فونكسيون اف اوكي شنو هو داك العدد اللي كيقسم ليا لي سيني ديال هادي هادي اللي درست هي هادي شنو هو العدد اللي كيتقسم ها هو صفر حيت هنا اكس كبر من صفر هنا اكس صغر من صفر يعني كنعرف العدد اللي غنحط الوسط هو صفر مزيان بطبيعه الحال كتنعدم فيه حيت او تساوي صفر دونك الا تساوي صفر تعطيك اكس كتساوي صفر شوف معايا دابا لي سيني هي اللي مهمين هادي كيفاش كتكون في هاد البلاصه هاد البلاصه شنو هي هي من صفر للموالفين يعني تحت الصفر يعني صغر اكس في هاد البلاصه صغر من صفر هادي كي دايره سهله غتجي لهنا قلب ليا على هادو فين هي اللي فيهم اكس صغر من صفر واش هادي ولا هادي بطبيعه الحال هادي رجع للفوق مني كيكون اكس صغر من صفر هذه كي كتكون حتى هي صغر من صفر دونك حتى هي سالبه اوكي الاخرى بنفس الحاجه اكس في هذه البلاصه كي داير اكس فايت صفر صفر الفوق يعني كبر من صفر دونك هذه كيفاش دايره اكس كبر من صفر فين هي هي هذه دونك طلع عاوتاني الفوق غتلقاها حتى هي كبر من صفر يعني موجبه بلس وحيت قلنا اف بريم دو اكس كتاخذ لو ميم سيني يعني حتى هي غتكون هنا موان وهنا كتنعدم وهنا عندي بلس دابا لي فارياسيون ديال لا فونكسيون هنا طونك اف بريم نيجاتيف غتكون لا فونكسيون ديكواسونت وهنايا بوزيتيف غادي تكون كواسونت بطبيعه الحال خصنا نعمرو لي ليميت شحال كنا لقينا عند موان لانفيني سي جو مو رابيل بيان كنا لقينا بلس لانفيني ياك وعند بلس لانفيني كنا لقينا زيرو عند زيرو كيخصني شنو ندير كيخصني نحسب ليماج الوغ ليماج ديال زيرو غادي نرجع للداله اتونسيون ماشي في الديريفي حيت كاين غلط كيمشي يحسبها في الديريفي لا فونكسيون هاد الداله ديالي عوض ليا بصفر دونك اكس بو صفر هي واحد ناقص اكس بو صفر هي واحد في جوج هي جوج دونك واحد ناقص جوج هي ناقص واحد دونك هنا غتكون عندي موانز وهذا هو لو طابلو دو فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي جاوبنا على السؤال بي نتمنى يكون واضح وندوز للسؤال سي دونك فهاد لا كيستيون قالوا لينا كالكولي اف بريم دو زيرو اي انتربريتي لو ريزولتا جيومتريكمون دونك سؤال واضح سهل بزاف غادي نمشيو نحسبوا اف بريم تو دابور نكتب اون اف بريم دو اكس شحال لقينا فيها لقينا فيها جوج اكس بو موان اكس فاكتور دو ان موان اكس بو موان اكس دونك اذا اف بريم ديال زيرو بلاصه اكس جا زيرو دونك حتى هنا فين ما عندي اكس دير بلاصته زيرو يعني جوج اكس بو ناقص صفر يعني نيت صفر في واحد ناقص اكس بو صفر اللي كتسوى دونك انا هنا غير باش نحافظ على الاسباس اكس بو زيرو هي واحد واحد في جوج هي جوج عامل اكس بو زيرو هي واحد واحد ناقص واحد هي صفر اللي كتسوى جوج في صفر كتسوى صفر هادي اف بريم دو زيرو خاصني دابا لانتربريتاسيون الوغ هنا لانتربريتاسيون ماشي ديال لي بونش انفيني عفاكم ديما فين ما كيقول لك انتربريتي لو ريزولتا وكتكون قبل منها حسبتي يا اما
اف بريم ديال شي عدد او لا حسبتي ديك الليميت ديال اف دو اكس ناقص اف العدد على اكس ناقص العدد هنا كنهضر على لي طونجونت عقلوا عليهم كنهضر على لي زانتربريتاسيون ديال لي طونجونت اما فاش كيقول لك حسب ليا الليميت غير ديال لا فونكسيون ديك الساعات كنهضر على لي زانتربريتاسيون ديال لي برونش انفيني وهاد لي زانتربريتاسيون ديال لي طونجونت حتى هما راه ديجا حطيتهم لكم في الكاتيجوري ديال لي ريزومي وراه شفناهم ديجا في لا بارتي الثانيه من هاد لا سيري اللي كانت بخصوص ديريفاسيون اوكي دابا ملي كنحسبوا اف بريم دو زيرو كنلقاو اف بريم ديال اي عدد وكنلقاوها صفر اش كيعني هاد الشيء كيعني باللي عندي اون طونجونت اللي هي هوريزونتال في هذاك لو بوين اللي لابسيس ديالو العدد اللي حسبنا ليماج ديالو اوكي هادشي قواعد كاينين في لي ريزومي اوكي دونك شوف شنو غادي نكتب هنايا سي تادير يعني ولا غادي نعاود نكتبها ماشي مشكل اون اف بريم دو زيرو كتساوي زيرو سي تادير كو سي دو اف ادمي يعني لا كورب ديال لا فونكسيون اف كتقبل ادمي اون طونجونت واحد المماس هوريزونتال فينا بلاصه كيقبلوا او بوين في النقطه ذات الافصول او بوين دابسيس دابسيس يعني ذات الافصول اكس ايغال شنو باش هنا ما تلفوش ديما اكس ايغال العدد اللي حسبت الصوره ديالو راه اف دو اكس اف زيرو يعني اكس ايغال زيرو ماشي هو العدد اللي لقينا في النتيجه اوكي و فوالا لانتربريتاسيون ساليناها نتمنى تكون الفكره واضحه وندوز للسؤال الموالي Donc, la question 4a, Galolina, montrer que pour titre x de R, nous avons oublié qu'il faut que nous x de R, f seconde de x, qu'est-ce que c'est que nous avons dit que f seconde, c'est quoi Tout simplement, c'est le prime de f prime. Yani, f prime est déjà fait, nous avons dit que c'est dérivé de l'a. Mais avant, nous avons dit que c'est dérivable dans l'intervalle que nous avons. Donc, je vous mets ici, on a f prime est dérivable, حيت هي اللي غنعاود ندير لها البريم, est dérivable sur R. Donc, نمشي نحسبها. F seconde de X, شنو هي؟ هي F prime de X كلها بريم. C'est-à-dire, شكون هي F prime de X؟ إلا عقلتو, حسبناها ديجا, هي جوج X بو موان X, عامل واحد ناقص X بو موان X, كلها بريم. خصني ندير الديريفي لهادو اللي هما على شكل جداء تعبيرين الضرب ديال جوج تعابير بجوجهم فيهم الاكس دونك الا بغيت نحسب الديريفي ديالهم كنتفكر القاعده ديال اي فوا في الاي هي الاولى والفي هي الثانيه القاعده شنو كتقول لي كتقول لي دير الديريفي الاولى مضروبه في الثانيه زائد الديريفي الثانيه مضروبه في الاولى وحسب هذا الشيء بشويه عليك Alors, je vais vous donner. Juge x pour moins x. Quelle est la dérivée de là? Juge x pour moins x. Il y a un naqis. Mais il y a juge x pour moins x. Amil wahed naqis x pour moins x. زائد الديريفي ديال هادي شحال غادي تعطينا شوف معايا واحد بريم مشى في حاله ناقص اكس بو موان اكس خلي ناقص اكس بو موان اكس شحال هي هي موان اكس بو موان اكس مع هاد الموان هي بلوس اكس بو موان اكس في الثانيه كيف ما كانت اوكي شوف معايا هنا شنو غادي نديرو بطبيعه الحال نقدروا كاين عندي واحد العامل مشترك الى شفتو جوج اكس بو موان اكس جوج اكس بو موان اكس نقدر نعمل به دونك دو اكس بو موان اكس عامل عامل الاش غيبقى عندي هذا الناقص في هذه دونك ناقص واحد ناقص اكس بو موان اكس زائد شوف شنو كان عندي هنايا شنو بقى غتبقى اكس بو موان اكس بوحديتها حيت خديت هاد الجوج غتبقى هادي اوكي هاد الشيء كامل في داك القوسين نحاولوا نقادوا الحساب ونسامبليفيو بشويه شوف معايا هنا ناقص ديال هذا ملي كيكون عندك شي جوج تعابير بيناتهم ناقص ودخلت عليهم ناقص كيتقلبوا عندكم ا ناقص بي الا دخلت عليها ناقص كتولي بي ناقص ا نفس الحاجه ها ا ها بي دخلنا عليهم ناقص شنو غيولي غتولي اكس بو موان اكس ناقص واحد عاد زائد اكس بو موان اكس اللي كتسوى او فينال ها هي نكتبها هنا اف سكوند دو اكس ايغال دونك جوج اكس بو موان اكس عامل اكس بو موان اكس زيد عليها اكس بو موان اكس هي جوج اكس بو موان اكس ناقص داك واحد اللي بقى وهذه هي اكزاكتومون لا سكوند ديريفي اللي طلبوا منا نلقاوها نتمنى الجواب يكون واضح وندوز للسؤال الموالي إذن في السؤال الموالي قالوا لنا فيه اتوديي لو سيني ديال اف سكوند درسوا الاشاره ديالها ونصاوبوا الطابلو الكونكافيتي دونك هو الاول ندرس الاشاره ديال اف سكوند تفكر معايا اف سكوند شنو لقينا فيها اون
f seconde de x, لقيناها كتساوي شنو؟ لقيناها كتساوي جوج x بو موان x عامل شنو؟ جوج x بو موان x موان زان. اوكي دابا هادي عاوتاني نفس الحاجة، هي جداء تعبيرين، الضرب ديال جوج ديال التعابير، واش واحد فيهم نقدر نحكم على الإشارة ديالو؟ وي هاد جوج x بو موان x راه باينة موجبة، دونك غادي نكتب هنا اون بور توت x ابارتيان ا ار راه جوج x بو موان x أكبر قطعا من صفر، دونك شكون غيولي كيحكم في الإشارة؟ هادي اللي بقات، دونك f سكوند دو x تأخذ برون لو سيني دو شكون؟ دو جوج x بو موان x موان زان، وهادي نمشيو ندرسوها، اللي تا هي غندرسوها بنفس الطريقة ديال القبيلة، يعني غادي نشوفها إمتى كتكون كبر من صفر، وإمتى كتكون صغر من صفر، دونك الأمور بسيطة بزاف، خدم لي على كبر من صفر، هادي كبر من صفر سيتادير جوج x بو موان x كبر من واحد، سيتادير x بو موان x كبر من واحد على جوج، صيفطنا جوج للجهة الأخرى، سيتادير دخل لي الألان دابا باش تحيد ليكسبو، غتبقى لك موان x أكبر من أو تساوي الألان ديال واحد على جوج، اوكي؟ صيفط لي ناقص الجهه اخرى غادي تعطيك اكس اصغر من او تساوي، حيت الناقص غيتقلب الرمز، ناقص اش؟ ناقص الين واحد على جوج، هاد ناقص الين واحد على جوج نقدروا نكتبوها بصيغه اخرى، تفكر معايا، ناقص الين ديال ا على بي هي شنو؟ الالين الا تضرب في ناقص كيتحيد الناقص وكتولي بي على ا، يعني هادي نقدر ندير في بلاصتها في عوض ناقص الين واحد على جوج غتولي الين ديال جوج على واحد اللي هي الين جوج. بنفس الطريقة غادي نخدمو الأخرى، يعني جوج إكس بو موان إكس موان زان كتكون صغر من صفر، مني جوج إكس بو موان إكس كتكون صغر من واحد، مني إكس بو موان إكس كتكون صغر من واحد على جوج، دخل الألان غتعطينا موان إكس أصغر من ألان ديال واحد على جوج، إي باغ كونسيكونس إكس أكبر من ألان جوج، صيفط ناقص الجهة الأخرى غيتقلب داك الألان، بطبيعة الحال كيتقلب الرمز حيت قسمنا على ناقص. ندوزو دابا نقادو الطابلو دو كونكافيتي مع الطابلو دو سيني، أوكي؟ دونك كلشي غنحاول نديرو هنايا، داكوغ؟ إكس بطبيعة الحال كيفاريي من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني، لا ليني الأولى غادي تكون هاد ليكسبرسيون اللي درسنا لو سين ديالها، لا ليني الثانية غادي تكون ديال إف سكوند، ولا ليني الثالثة ديال سي دو إف. دونك هنا غنحط التعبير اللي درست الإشارة ديالو اللي هو جوج إكس بو موان إكس ناقص واحد، هنا إف سكوند دو إكس وهنا سي دو إف، طابلو دو كونكافيتي ديما الأخرى كتكون سي دو إف. دابا هادي شنو هو العدد اللي كيبدل الإشارة ديالها؟ هاو هو إلين جوج، دونك غنكتب هنا إلين جوج اللي كتنعدم فيه بطبيعة الحال، لي سيني، شوف معايا في هاد البلاصة هادي في هاد الانتيغفال، إكس في هاد الانتيغفال، صغر من إلين جوج، إلين جوج لتحت يعني صغر من إلين جوج، قلب لي على هادي كي كتكون لو سيني ديالها، أول حاجة قلب لي على إكس صغر من إلين جوج، فينا هي؟ هي هادي، هادي رجع للفوق كتلقاها كبر من صفر، يعني هنا موجبة، أوكي؟ في هاد البلاصة هادي إلين جوج الفوق، كي داير الإكس؟ كبر من إلين جوج في هاد البلاصة، إكس كبر من إلين جوج، كي دايرة هادي؟ قلب عليها، كبر من إلين جوج فينا هي؟ هي هادي، وطلع للفوق غتلقاها صغر من صفر، يعني سالبة، وحيت قلنا إف سكوند كتاخد لو ميم سين، يعني حتى هي هنا موجبة، هنا صفر، وهنا سالبة، الكونكافيتي كي غتكون، دونك بيان سيغ باينة، في هاد البلاصة اللي كتكون بلوس، كنقول بلي لا كوغ راها كونفكس. والبلاصة اللي كتكون موان لا كورب كتكون كونكاف، وفي هاد البلاصة اللي كتكون صفر ما هي كونفكس ما هي كونكاف، كنفتحوا واحد لو تريونغل وكنسموه ان بوان اللي كيتسمى لو بوان دانفليكسيون، نقطة الانعطاف، سميها اي ولا جي ولا الحرف اللي بغيتي، هاد النقطة هادي عندها لي كوردوني ديالها، عندها الاكس والايكغيك، الاكس ديالها هو العدد اللي غتحط هنا، شنو كيكون؟ كيكون هاد العدد بالضبط اللي هنا، دونك الين جوج، ها هي. الإيكغيك ديالها شنو هو؟ هو الإف ديال الإلين جوج، يعني هاد الإلين جوج سير عوضها في الدالة إف، دونك هنا كتكون عندنا شوف إف ديال الإلين جوج، حسبها وحطها تما النتيجة ديالها، وهكا كنكونوا صوبنا طابلو دو كونكافيتي، نتمنى يكون واضح، وندوز لا كيستيون سويفونت. إذا السؤال خمسة، سؤال زوين بزاف، غادي نتفكروا به شي حوايج ديال الدرس الأول اللي قالوا لنا فيه، مونتخي كو ليكواسيون إف دو إكس إيكال زيرو، بين بلي المعادلة إف دو إكس كتساوي صفر، أدمي أون أونيك سوليسيون في هاد الانترفال
كتقبل الحل الوحيد في المجال ناقص واحد صفر دونك باينه اون فوا كنشوف ايكواسيون اون سوليسيون ولا او موا اون سوليسيون كنعرف باللي عندي تيوغيم دي فالور انترميديير مبرهنات القيم الوسطيه مبرهنات القيم الوسطيه عندكم جوج ديال الحالات يا اما يقول لك بين باللي المعادله عندها حل واحد على الاقل يعني يقدر يكون واحد ولا جوج ولا ثلاثه الى اخره او اللي يقول لك بين باللي عندها حل وحيد واحد بالضبط الا قال لك عندها حل واحد على الاقل عندك غير جوج شروط شنو هما خاص الشرط الاول تكون عندي ديك لا فونكسيون كونتينيو متصله في هذاك الانترفال والشرط الثاني خاصني ليماج ديال لي بون ديال الانترفال الا ضربتهم في بعضياتهم يعطوني عدد سالب هذا الا قال لك او موا الا قال لك اون اونيك حل وحيد عندك دوك جوج شروط نيت زائد واحد الشرط واحد اخر اللي هو شنو اللي هو لا مونوتوني كيخص ديك لا فونكسيون تكون مونوتون يعني يا اما غير تزايديه ولا غير تناقصيه في هذاك الانترفال اللي عندك بطبيعه الحال حنا قالوا لنا اونيك دونك اون فا فير لي 3 كونديسيون خصنا نفيريفيوهم باش من بعد نستنتج هادشي اللي بغاونا نستنتجوه اوكي دونك الشرط الاول اللي هو لا كونتينيتي خاص ديك لا فونكسيون اف تكون كونتينيو في هاد الانترفال شوف معايا لا فونكسيون اف هاد لا فونكسيون نقدر نقول باللي هي توت سامبلومون لا سوم ديال جوج لي فونكسيون اكسبونونسييل دونك غادي نكتب اون اف دو اكس كتساوي مثلا واحد اي دو اكس زائد واحد في دو اكس افيك بحيث شوف معايا هنا هاد لابارتي مهمة اي دو اكس شكون هي و في دو اكس شكون هي كديكلاريهم قلت لك اف هي او زائد في دونك او شكون هي هي هاد الاولى يعني اكس بو موان دو اكس و في شكون هي هي الثانية هي ناقص جوج اكس بو موان اكس دابا انا نتفصلوا فيهم كل وحدة في هادو نهضر عليها الو شوف معايا اي دو اكس ات اون fonction had u hadi donc c'est u mais c'est u de x ré u had u hadi est une fonction exponentielle donc exponentielle fin que tu continue had i qaïda de toi dans le cours est une fonction exponentielle donc idem mtasla f r had i qaïda donc continue سيغ ار ولكن حنا واش عندنا الغرض بالار كامل الا عندي الغرض غير بهذا ولكن الا كانت هي كونتينيو في ار دونك راه كونتينيو في هذا علاش حيت هذا راه شويه من ار دونك كنكتب لهم اي اون بارتيكولي وبالخصوص وبالخصوص سيغ الانترفال ناقص واحد صفر ها الاولى حيدناها ارا لي الثانيه نفس الهضره عاوتاني شوف شنو غادي ندير في ايت اون fonction هي دالة اكسبونونسيال وسي عاوتاني حتى هي ايت اون فونكسيون اكسبونونسيال دونك حتى هي عاوتاني كونتينيو متصلة سيغ ار وبالخصوص اي اون بارتيكولي وبالخصوص في هذاك الانترفال اللي عندنا به حنا الغرض اللي هو ناقص واحد تال زيرو دابا شوف هاد اف هادي كتكون من اي وفي وهاد اي وفي بجوجهم متصلين f ناقص واحد تال زيرو الوغ اف دونك اف اي كونتينيو متصله اي كونتينيو سيغ ناقص واحد تال صفر ها الشرط الاول حيدته عليكم كدوز لا دوزيام كونديسيون شنو هي لا دوزيام كونديسيون هي انه الضرب ديال لي زيماج ديال داك لي بون ديال داك الانترفال خاص يعطيك عدد سالب سهله بزاف شوف معايا هنا اف ديال نبدا بالناقص واحد اف ديال ناقص واحد يعني سير لا فونكسيون وعوضها بناقص واحد غتعطينا اكسبونونسيال ناقص جوج في ناقص واحد هي جوج ناقص جوج اكسبونونسيال ناقص ناقص واحد هي واحد هادشي الا حسبتوه تقريبا غادي يعطيكم 1.95 اوكي وعاود ثاني اف ديال زيرو اف ديال زيرو جو كخوا ديجا حسبناها لقينا فيها ناقص واحد دونك شوف معايا الا قلت لك اف ديال ناقص واحد مضروبة في f ديال 0 واش غتعطي شي حاجة موجبة ولا سالبة باينة غتعطيك السالب علاش حيت وحدة موجبة وحدة سالبة السالب في الموجب راه سالب دونك اصغر من صفر ها لا كونديسيون الثانية حيدتيها اشنو بقى عندي لا تخوازيام كونديسيون اللي هي شنو اللي هي لا مونوتوني دونك شوف معايا شنو غادي ندير سولون انطلاقا سولون لو طابلو دو فارياسيون de f on a f est
كيفاش دايره لا فونكسيون اف لا مونوتوني ديالها في الانترفال ناقص 1 0 تفكروا معايا في الطابلو دو فارياسيون اللي كنا شفنا تقدروا ترجعوا ليه لقينا بلي لا فونكسيون كتكون ديكروسونت من موان لانفيني حتى لصفر و كروسونت من صفر حتى بلس لانفيني حنا دابا خدامين في ناقص 1 حتى لصفر جات في اش جات في داك الانترفال موان لانفيني صفر اللي هي فيه ديكروسونت دونك غادي نكتب هنايا اف اي ديكروسونت sur ناقص 1 0 c'est-à-dire elle est strictement monotone في هذاك الانترفال donc اذن selon TVI théorème des valeurs intermédiaires انتما تقدروا تكتبوا انا اختصرتها selon TVI l'équation المعادله l'équation f de x égale à 0 admet تقبل une unique حل وحيد une unique solution l'intervalle sur l'intervalle اللي هو عطاولنا ناقص 1 حتى 0 وهكا كنكونوا جاوبنا على هاد لا كيسيون نتمنى تكون الفكره واضحه بزاف وندوز للسؤال الموالي اذا السؤال 6 وهو السؤال الاخر من هذا التمرين واللي بطبيعه الحال كيخص الرسم ديال المنحنى اللي بزاف منكم كتطلبوا لي هذه المساله هذه بزاف ديال التلاميذ عندهم مشكل في رسم المنحنى مع العلم انه شي حاجه اللي ما معقداش بزاف بسيطه الا عرفنا داك الشيء اللي خصنا نحتاجوه باش نرسموا المنحنى شنو غنحتاجوا غنحتاجوا لي زانتربريتاسيون اللي لقينا لي زانتربريتاسيون جيومتريك اللي فيهم جوج فيهم دوك اللي متعلقين بلي برونش انفيني وفيهم اللي متعلقين بلي طونجونت لي برونش انفيني كنا لقينا بلي سي دو اف ادمي اون اسيمبتوت هوريزونتال او فوازيناج دو بلس لانفيني ليكواسيون ديالتو y ايغال 0 لقينا عاوتاني بلي سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك او فوازيناج دو بلس لانفيني فير لاكس ديزوردوني هذا وعاوتاني بالنسبه لي زانتربريتاسيون ديال لي طونجونت لقينا طونجونت هوريزونتال في لو بوين دابسيس x égale à 0. Ou je n'aurai pas besoin de mes ailes, le tableau de variation ou le tableau de concavité. Yalla, tu peux m'aider avec. Aoul, je vais te dire que je rassemble le repère d'yali, le repère autonome, le ma'lam d'yali, ou le 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 اي اسيمبتوت كاينه ولا طونجونت حطها عندي لاسيمبتوت كنا لقينا لاسيمبتوت اوريزونتال ليكواسيون ديالتها y ايغال 0 هذه y ايغال 0 راه هي نيت هذه اوكي دونك هاياك مرسومه عندي المنحنى كيقرب لهذا لاسيمبتوت هذا عند بلس لانفيني يعني البلس لانفيني ديال الاكس هو هذا يعني ملي كنقول لك اكس كيمشي لبلس لانفيني سادير هنا دونك كل ما اكس كيمشي لبلس لانفيني المنحنى غادي وكيقرب لهذا المستقيم هذا ولكن واش غيكون كيقرب ليه من الفوق ولا كيقرب ليه من التحت ما عرفناش شنو اللي غادي يخلينا نعرفوا الطابلو دو فارياسيون علاش حيت الا قلت لك غادي كيقرب ليه من الفوق سيتادير الداله في هذه الجهه غتكون ديكروسونت والا قلت لك كيقرب ليه من التحت يعني غادي تكون كروسونت دونك حنايا شوف معايا الطابلو دو فارياسيون شنو كيقول من صفر للفوق كروسونت يعني كنعرف باللي عندي هذه الحاله اللي لتحت هذه نساها ما بقاتش كاينه اوكي انا دابا عارف باللي المنحنى كيقرب لهذا المستقيم هذا من التحت ولكن منين واش من هنا من هنا ما عرفناش شنو كندير باش نعرف كنحاول نستعين بشي بوان انا كنعرفو شي عدد عطوني شي عدد حسبنا ليماج ديالو بطبيعه الحال حسبنا ليماج ديال صفر ولقيناها كتسوى ناقص واحد دونك نمشي نمثلها ها هو الصفر ليماج ديالته ناقص واحد يعني هنا كنعرف بلي لا كورب دايزه من هاد لو بوان صافي الفكره واضحه لا كورب دايزه من هنا وغدا كتقرب لهذا وكتقرب ليه من التحت دونك باينه غادي نحتاجو اوسي ما يسمى داك لو بوين دانفليكسيون يعني لا كورب فين كانت كونفيكس ومن بعد ولات كونكاف غير خصنا نعرفوها لو بوين دانفليكسيون هو هذا اللي كيكون ما بين الكونفيكس وكونكاف الاكس ديالو هو ال ان جوج ال ان جوج هي تقريبا 0.69 يعني الاكس ديالو تقريبا كاين في شي بلاصه هنا الايكغ ديالو هو الاف ديال ال ان جوج الا حسبتو اف ديال ال ان جوج عوضتو اكس بال ان جوج حسبتوها بالكالكولاتيس بشويه عليكم غتلقاو ناقص 0.75 يعني تقريبا هنا الا لقيت هذا البوان مع هذا غيعطيني تقريبا لو بوان دانفليكسيون كاين في هذه البلاصه هذه ها هو هذا لو بوان هذا يعني كنعرف باللي من هنا من هذه البلاصه حتى لهنا لا كورب راه مازال كونفيكس يعني غتكون تقريبا دايره بحال هذا الشكل
ولكن اون فوا كتفوت داك لو بوان كتولي شنو كونكاف دونك غادي تكون عندي بحال هاد الشكل وديما غادا كتقرب لهذا اطونسيون وما غاطلعش فوق منه الوغ غادي تكون عندي شي حاجه اللي تقريبا دايره بحال هاد الشكل دونك انا رسمته هنا غير بشكل تقريبي انتم بطبيعه الحال ترسموه افيك بلوس دو بريسيزيون اوكي ارا دابا نشوفوا لا بارتي الاخرى اللي بقات لينا اللي هي شنو هاد الجهه هادي غنستعن بشنو هادي صافي حيدناها مشات ارا ليا دابا هادي سي دو اف ادمين برونش بارابوليك ملي كنقول لك برونش بارابوليك يعني المنحنى بحال الا كيحاول يجيب الدوره على شي مستقيم اش من مستقيم فيهم عندكم ثلاثه ليكا يا اما يكون لي زوردوني لي زابسيس ولا شي مستقيم عنده معادله ديالو حنا لقينا اون برونش بارابوليك فيغ لاكس ديزوردوني يعني كنعرف بلي المنحنى في هاد الجهه هادي كيحاول يجيب الدوره على لاكس ديزوردوني يعني من هنا غيحاول بحال الا غادي يدور عليه هو بطبيعه الحال ما غنرسموش داير غير هو تقريبا بداك الشكل الوغ شوف شنو غندير غير خصني نرسم هادي دايره ولكن منين غندوزو واش ندوزو من هنا من هنا من هنا ما عرفناش هنا غينفعنا هذاك السؤال خمسة اللي طبقنا فيه لا تيوريم دي فالور انترميديير مبرهنات القيم الوسطيه لقينا باللي المعادله اف دو اكس ايغال زيرو عندها واحد الحل في الانترفال ناقص واحد صفر ملي كنقول لك المعادله اف دو اكس كتساوي صفر يعني سي دو اف كيقطع لاكس او اكس تفهمنا امتى اف دو اكس غتساوى صفر مني المنحنى ديالها كيقطع لاكس او اكس لاكس او اكس هو هذا فين هي كتساوي صفر فاش من انترفال في ناقص واحد صفر بينا هذا الشيء يعني المنحنى كيقطع لاكس او اكس في هذا الانترفال ناقص واحد طال صفر ماشي هنا ماشي هنا وماشي هنا ولكن في شي بلاصه هنا دونك شوف غيكون داير شي حاجه بحال هكا وكيحاول يجيب الدوره على هذا تقريبا غتكون عندي تقريبا شي حاجه بحال هذا الشكل دونك وهذا هو تقريبا المنحنى ديالنا غادي نسموه سي دو اف وهكا كنكونوا رسمنا لا كورب ديالنا نتمنى الفكره تكون واضحه وتكونوا فهمتوا كيفاش نتعاملوا مع بحال هذا النوع من الاسئله اللي هو اكثر اسئله شائعه كتحط في الامتحان الموحد الوطني نشوفكم في اون بروشين فيديو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته